القهوة والمزاج العالي هتتعمل ازاي؟ فعلا قهوة طعمها حلو وكيف يعني. بص المقادير عبارة عن ايه؟ 4 عدد بيض برضو، كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوباية ونص دقيق، 3/4 باكم من البيكنج باودر قدام حضرتك اهوت، عندنا معلقة كبيرة من القهوة، وعندنا شوكليت شيبس قدام حضرتك. هتشتغل كده وكده تمام؟ اهي حتى الان محدش عايز يجاوبنا يا جماعه على موضوع قشر البيض، ايه اللي حصل للبيض؟ يعني بص انا بكسر والله، انا الموضوع ده يعني بيحصل معايا كتير جدا. احنا كنا بنمسك، انا بمسك كرتونه البيض والله وانا مغمض بكسرها. كرتون البيض كده، ما احنا كده خلاص، كنت شغال في التحضير، فكنا بنكسر مثلا ب 30 طبق بيض خلال نص ساعه. انا بتكلم في حاجه ان القشر ما بقاش طبيعي. يعني ايه الرفع اللي موجود بقى في القشر ده؟ يعني لدرجه اللي انا بقطع اهوت، انا مكسره، انا ما بقتش قعدت عارف اعمل دي الحركه دي، لان القشر بينزل. فما اعرفش بقى في حاجه غريبه. بص القشر عامل ازاي؟ ناعم جدا. فده نتيجه ايه؟ والله ما اعرف. بصي ببقى حريص جدا جدا وانا بكسر البيض. طب نبقى نجرب بقى البيض الابيض يا جماعه ونشوفه، يمكن البيض الابيض قشرته مظبوطه عندها. كوبايه سكر، البلد اللي يقول عليه يا باشا، البلد اللي يقول عليه، البيض البلد الصغير بس ما ينفعش في الحلويات. البيض البلد الصغير ما بيعملش الفاليوم اللي انت محتاجه للكيك، وما بيظبطش خالص الدنيا للاسف يعني. ففي ناس كتير ما سالتني على الموضوع ده قبل كده، قالت لي البلد ينفع نشتغل بيه حلويات؟ اكيد لا طبعا مش هينفع. شوية فانيليا صغيرين. يبقى 4 بيضات، كوباية من السكر، شوية فانيليا صغيرين، ونبدأ نضرب الكلام ده كله مع بعض. ينعم. بعد كده بنبدا ننزل عندي بنص كوبايه من زيت الذره. عندي معلقه كبيره من القهوه زي ما انت شايفه كده، بنقول حطينا هنا. بعد كده بنقوم حاطين عندنا 3/4 باكم من البيكنج باودر على كوبايه ونص من الدقيق. جميل. ناخد الكلام ده كله نحطه في المنخل. بعد كده نضرب. هنحط بسيط، حاجه بسيطه جدا من رشه ملح، رشه ملح بسيطه جدا بس تظبط المعادله. اللي بالقهوه ده انا متاكد، انا مش عايز اقول لك اصلا ريحه الكيك اصلا قبل ما تخش الفرن عامله ازاي، لان معلقه القهوه حلوه قوي. نوقف. هنجيب عند الاسباتولا كده ايه، نجيب الدقيق اللي في الجنب ده، ما تسيبش جرام طبعا، كله يشتغل. اهو اللون الموكا الجميل ده ممتاز، ادي اللون اللي قدام حضراتكم، الموكا ده حلو قوي. هجيب عندي بوله اللي فيها الزبده او الكازرول، ونبدا ان احنا ايه ندهن بالزبده. على 2 برضو نفس الكلام، ادي 1 فوق النص بحاجات بسيطة قوي وتعمل ستوب، وبعد كده تقوم جاي على التانية.
بعد كده بنقوم جايبين عندنا شوكليت شيبس بتاعتنا قدام حضرتك كده، الشوكولاته برضو مع القهوه بتعمل شغل برضو حلو قوي. وهنا تعالوا بقى نعمل اخر حاجه خالص بقى، الليمون. تمام، طيب الليمون بقى عباره عن ايه؟ يلا هننزل برضو المقادير، سهله جدا جدا برضو اللي احنا نعملها مع بعض. وخدنا برضو قشر الليمون، عملنا حاجه حلوه جدا، ادي الليمون قدام حضراتكم. هاخد عندي الليمونه ديت ونبدا نبشرها على الدقيق، انا خلينه ده اصلا. والبشر يكون على الناعم. هجيب عندي 4 عدد بيض. برضو نفس الكلام، كوبايه من السكر. وبعد كده بنطبخ مع كل ده مع بعضه. وانا شغال كده بقوم واخد عندي ظهر السكينه واخد عندي الليمونيه ديت واقوم اعصرها. طلع منها العصير بتاعها، البذر بتاع الليمون تضغط عليه كده، فمجرد ما تضغط عليه بتطلعي البذر بتاع الليمون. وننزل عندي بالعصير، وبعد كده واحنا شغالين بنقوم نازلين عليها بنص كوبايه من زيت الذره. حاجه بسيطه جدا من اللون الاخضر. مش طبعا لون كتير، بس هو لون بيدي حاجه اللي هو بليمون. طبعا كده كده حاطين طعم الليمون في البشر والعصير. واخد عندي البيكنج باودر، واخد عندي الدقيق الكوبايه ونص، ونقوم واخدين عندنا رشه ملح البسيطه جدا ونديها. تمام، هبدا اخد عندي سباتولا كده واجيب عندي الجوانب بتاعه الايه البوله. زي ما انتم شايفين اللون لايت قوي، ما يبقاش تقيل. وبعد كده بنقوم جايبين عندنا الفرن. بسم الله، كده الليمون جاهز والقهوه جاهزه، شكلهم يفتح النفس. ولسه كمان لما بيخش الفرن كمان بيدوا ريحه احلى واحلى. دخل الفرن هنا